عديده من تنس بورت موجودين فيها في المكان الاعرق والاقرب لقلبي وفي المسابقه الاقرب لقلبي كمان، موجودين في بطوله سي اي بي اوبن سكواش للسكواش اللي بتقام للدوره الثالثه. مظبوط، معانا عمرو منسي المدير التنفيذي للاي ايفنتس والبطوله كمان. برحب بك يا عمرو. اهلا بيكي واهلا بقناه تن. مبروك طبعا على البطوله وعلى جونا وعلى تنظيم البطولات بشكل اللي يشرف ويرفع اسم مصر. السنه دي ايه المختلف في سي اي بي؟ اولا احنا البطوله زي ما انت قلتي انتوا بتغطوها معانا من اول سنه. بطوله سي اي بي مصر الدوليه الجوائز اعلى سنه هي 590 الف دولار رجال والسيدات ايكوال برايز ماني، يعني جوائز متساويه، ودي حاجه بيطالب بيها الاتحاد الدولي دايما. فاحنا الحمد لله ان احنا قادرين بدعم بنك سي اي بي بصراحه للعبه وللبطوله قادرين ان احنا تكمبيت او ننافس المستويات الدوليه وبالعكس نبقى اعلى منهم كمان. السنه دي احنا في الفانيو كمان عاملين شويه اختلافات في الديزاين، جمهور اكبر زي ما انت شايفه. كنا دايما بنقعد ننادي نقول ليه الجمهور بيجي متاخر من اول دور الثمانيه، ليه ما بيبقاش موجود من اول مباراه. الحمد لله في اقبال كبير من الجمهور، فدي حاجه برضو احنا شايفينها كويسه. اكتر من 75% تقريبا. واخده بقى، بقيت احس ان مصر خلاص رياضه السكواش دي بالنسبه لها بقت زي بعد كره القدم، كله بيتابع وكل الناس بتكلمني ماتشات امتى ومين هيلعب. التلفزيون بقى بيذيع على طول كل الماتشات، التغطيه دوليه محترمه جدا، فيعني بنحاول نطور كل سنه. بجد يا عمرو بقيت حاسس انه تنظيم البطولات في مصر بقى بينشر اللعبه اكتر، صح؟ اقول لك الحقيقه في توجه عام من الدوله بالاهتمام بالحاجات دي بقاله فوق الثلاث اربع سنين، بقى في لغه الحوار. انه كنت لسه مع معالي الوزير الشباب والرياضه النهارده انه يلا نعمل ويلا نكبر ونعمل حاجات اكتر، وبقى في لغه الحوار اسهل، والسبورت سواء من وزاره السياحه والاثار وهنا حتى في الهرم. يمكن في الاول كنا بنلاقي شويه مش متعودين على الحاجات دي، بالذات السنه دي انا حتى كنت لسه بتكلم انه في دعم كبير وواضح لنا بيسهل لنا الامور في الشغل، فده حاجه حقيقيه الدوله تشكر عليها، وده المفروض يتعمل في بلد مستقره الحمد لله وتشجع الاستثمار فيها يعني. وفي بلد عندها رياضه فنيا بقى يعني. دي بقى ممكن نقعد نحكي ونتحكى فيها، ان احنا السكواش في مصر دلوقتي بيتربع على عرش العالم بقاله فوق الخمس ست سنين في كل الاعمار وكل رجال وسيدات وناشئين وناشئات، فاحنا الرياضه بقت سفيره لينا لعيبتنا بره بشكل كبير. فيعني مش جديد ان الدوله تدعم الرياضه دي والشركات كمان سبونسر. عمرو اسالك سؤال بيرسونال شويه، تنظيم البطولات دي كلها وان هو يطلع بشكل ناجح ده طبعا عندك تيم بيساعدك على ده، بس ايه الكي وورد او الكلمه اللي تقول انه دايما هي اللي بتخليك تقدر تحافظ على نفس المستوى؟ اقول لك حاجه، انا لما ابتديت زمان كنت لسه بحكي للتيم بتاعي، انا قعدت اعمل البطوله دي زمان في الجونه مثلا او بطولات السكواش في 2010، قعدت ثلاث سنين يمكن بشتغل لوحدي، ما كانش عندي اصلا تيم. فابتديت واحده it was all pure passion او شغف. الشغف بيبقى له دور كبير قوي في نجاح الحاجه، لو انت بتعمل حاجه بتحبها هتديها اكتر. ممكن مثلا لو في مشكله تلاقي نفسك في العادي لو حاجه انت مش شغوف بيها ممكن تروح تنام وتقول هحلها بكره، بس الشغف بيخليك تفضل ومركز في كل التفاصيل. فانا بشوف ده عنوان نجاح اي حاجه بتتعمل يعني. انا مبسوطه ان انت موجود معايا النهارده، مبسوطه ان احنا موجودين تاني جنب الهرم، متاكده ان السنه الجايه واللي بعدها واللي بعدها نكون موجودين برضو في البطوله، والبطوله هتقام بنفس الشكل المشرف ده ان شاء الله. اكتر من 96 لاعب من 26 دوله موجودين قدام الاهرامات، الحضاره القديمه بتلتقي بحضاره جديده في بطوله سي اي بي الدوليه المفتوحه للسكواش اللي بتقام للمره الثالثه في منطقه الاهرامات بالجيزه. بجوائز هي الاعلى على الاطلاق في مسابقات السكواش توصل لحوالي 600,000 يورو. بدأت فعاليات بطولة سي اي بي الدولية للسكواش، البطولة اللي بتقام على الملعب الزجاجي في سفح الأهرامات في مكان يعتبر من الأجمل في العالم لإقامة البطولات الدولية لرياضة السكواش، وبمشاركة 96 لاعب ولاعبة من أفضل لاعبي السكواش على مستوى العالم، في مقدمتهم النجوم المصريين على المستويين رجال وسيدات، في مقدمتهم المصنف الأول عالمياً علي فرج واحد من أبرز المرشحين للتتويج بالبطولة، والمصنفة الأولى عالمياً نور الشربيني اللي محافظة على صدارة الترتيب الدولي للعبات الاسكواش ل 11 شهر على التوالي، والمتوجة من أيام بطولة بريطانيا المفتوحة.
البطولة كمان بتشهد مشاركة أفضل 16 مصنف عالمي من فئتي الرجال والسيدات، وأسفرت قرعتها عن مواجهة مرتقبة بين المصنف الأول علي فرج والمصنف الثاني محمد الشربجي في المباراة النهائية، وقدر النجمين الفوز في كل مبارياتهم لحد نهائي البطولة، واللي هيزيد من قوة المنافسة هو أمل محمد الشربجي في اعتلاء صدارة الترتيب العالمي للاعبي الاسكواش لو قدر يفوز على علي فرج. أما منافسات السيدات فأوقعت القرعة نور الشربيني المصنفة الأولى عالمياً أمام نوران جوهر المصنف الثانية عالمياً في إعادة لنهائي بطولة الجونة اللي فازت بيها نور الشربيني. لو فازت نور ونوران بكل المباريات لحد المباراة النهائية هتكون المباراة فيها طابع ثأري بعدما التقى الثنائي في كل من نهائيات بطولة بي اس اي العالمية وبريطانيا المفتوحة، وفازت نور الشربيني في البطولتين. لكن الأجواء المختلفة في بطولة الأهرام الدولية أكيد هتحمل كل الإثارة سواء في مواجهات الرجال أو السيدات. في انتظار مزيد من الهيمنة المصرية على الإسكواش العالمي. زي ما احنا عارفين ان في فترة كورونا البطولات اللي بتقام اغلبها بيكون فيها فقاعة رياضية، بطولة سي اي بي الدولية مفتوح السكواش فيها فقاعة رياضية للاعبين، عشان كده هنروح نشوف بعض لقاءات للاعبين من داخل الفقاعة الرياضية. يعني البطولة ديت من أكبر البطولات عندنا، وبطولة الأهرام بطولة كبيرة وبطولة مهمة، وكلنا بيبقى حلمنا إن احنا نيجي نلعب قدام الأهرامات في الملعب الإزاز، فمبسوطة جدا بأول ماتش ليا على الإزاز، ده تاني ماتش ليا، ويعني لسه دلوقتي في دور الثمانية، إن شاء الله الماتش الجاي يبقى أحسن، بس مبسوطة بالماتش، ويعني إن شاء الله الماتش الجاي يبقى أحسن. يعني احنا دايما الحمد لله مصر يعني متفوقين دايما في تنظيم البطولات، بنعمل بطولات كويسه بطولات مهمه، بقى عندنا دلوقتي اكتر من بطوله في مصر كبار، اللعيبه كلها بتيجي من كل العالم بيتفرجوا وبييجوا يلعبوا، فبطوله الاهرام يعني من اقدم واكبر البطولات، ومبسوطه ان هي ما بقتش تتعمل سنه وبتقف، لا بقى في اكتر، يعني كل سنه دلوقتي دي ثالث سنه ورابع سنه اعتقد، مش متاكده، ف تنظيم لحد دلوقتي كويس بالنسبه لنا، احنا مش قادرين نشوف كل حاجه لان احنا بنبقى ورا وفي بابل لوحدينا، بس دايما بسمع والناس اللي موجوده وناس كتير قوي موجوده من اول يوم، ودي حاجه حلوه. احب اقول لهم او اشكرهم ان هم دايما بيشجعونا واقفين معانا وبييجوا دايما يتفرجوا علينا، ويعني سكواش يعني الحمد لله لعبه مش في الاولمبيكس، وناس كتير مش شايفاها زي ان هي لعبه في الاولمبيكس، بس احنا لينا الحمد لله مكانه في مصر كويسه، بنحقق بطولات كتيره وعندنا لعيبه كويسه، فاتمنى ان الناس تفضل ورانا وتشجعنا وييجوا يتفرجوا على البطوله، وان شاء الله ان شاء الله يبقى في مصريين لحد النهايه.
والله انا مبسوط جدا ان انا رجعت تاني العب هنا. ما لعبتش اخر سنتين، فانا ما لعبتش غير مره واحده هنا بس في 2016 من 5 سنين. فالحمد لله ان انا عرفت ارجع هنا تاني والعب قدام الاهرامات. يمكن دي اكتر بطوله من اكتر بطولات ليها تاريخ على مستوى العالم من ايام احمد براده. فانا جيت هنا اتفرجت على البطوله وانا عندي 6 سنين عشان اتفرج على احمد براده، وحلمت ان انا في يوم من الايام في ملعب هنا زيه. واكيد مش انا بس، كل اللعيبه المصريين جم اتفرجوا على احمد براده وهم صغيرين، فده حلم كان لينا كلنا ان احنا نلعب في الفينيو هنا. يعني والله ده احنا لعبنا يعني اكتر من ساعه الكورونا اكتر البطولات اللي لعبت لغايه دلوقتي اتلعبت في مصر. فيمكن اكتر دوله عندها خبره في تنظيم البطولات في وقت الكورونا دلوقتي على مستوى العالم في بطولات الاسكواش هي مصر. يعني فالتنظيم عالي جدا طبعا، كل حاجه للعيبه، الترانسبورتيشن، الاوتيل، الاكل، كل المتخيله يعني، فكل حاجه موجوده متوفره لنا، فمدلعيننا يعني على اخر دلع يعني من الاخر. طبعا كريم انا اول مره انا وكريم نلعب مع بعض. فكريم كسب بطوله العالم ناشئين تحت 19، انا كسبت بطوله العالم ناشئين تحت 19. فانا عارف ال قد ايه بيبقى حلم كبير قوي وانت ناشئ انت تكسب البطوله، وبتاخد الحلم ده للكبار في يوم من الايام. فيمكن هو بعد ما خلص الكليه، بعد ما خلص يعني السنين اللي فاتت يمكن ما لعبش في التور قوي علشان كان في الكليه في جامعه امريكيه وكان عنده دفعه كتير، فما لعبش في التور على قد ما هو عاوز يلعب. بس دلوقتي بقى له سنه تقريبا على الاقل او سنتين بيلعب دلوقتي فول تايم، فمستواه بيتحسن كل بطوله. فالحمد لله انا عرفت اكسب الماتش النهارده، يدري دفعه كبيره للبطوله الماتش الجاي ان شاء الله. يمكن الجمهور النهارده كان مشجعني، وان شاء الله يعني اهم حاجه الجمهور انه يجي يشجعنا كلنا. يمكن تشجيعهم بيحمس جدا. يمكن البطوله اللي فاتت لما لعبت في الجونه، لما لعبت في النهائي ضد لعيب مش مصري، فالجمهور حمسني جدا ان انا ادوس على نفسي وادالي دفعه قوي ان اكسب البطوله. يمكن الجمهور المصري دايما معروف ان هو بيقف ورا اللعيبه جامد جدا، واللعيبه الاجانب عارفين كده لما بيجوا مصر. فان شاء الله نستمر على ان احنا نلعب كويس قدام جمهور مصر. لا والله احنا الحقيقه بجد احنا كل مره يعني بيحطونا على راسهم من فوق يعني في البطوله هنا. من البطولات فعلا اللي تنظيمها يعني عمرنا ما بنشتكي من حاجه، يعني حتى المره دي كمان عاملين لنا حاجه جديده، جايبين للعيبه المصنفين في الاول على البطوله جايبين لكل واحد عربيه بتاعته ينزل وقت ما يعوز ويرجع وقت ما يعوز. يعني الصراحه مش مخليننا محتاجين حاجه خالص، ودي حاجة أساسية مهمة، لأن احنا بنبقى محتاجين ان احنا نركز بس على ماتشاتنا، ما يبقاش في حاجة تانية بتشغلنا او مشاكل في الفندق، مشاكل في الفانيو هنا. كل الكلام ده الحمد لله مش موجود يعني. فمبسوطين، وان شاء الله يعني كل نسخة من نسخ بطولات سي اي بي ايجيبشن اوبن تبقى ناجحة زي النهاردة. زي ما شفنا كده في حلقة النهاردة، فعاليات اليوم الأول لبطولة سي اي بي الدولية المفتوحة للسكواش، بطولة مشرفة جدا بتقام للسنة الثالثة على التوالي في مصر. مصر في السكواش دايما 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 اسمها عالي جدا، سواء فنيا أو تنظيميا. خلاص في السنين الأخيرة مصر بقت حاجزة مكان محفوظ ليها هي وبس. دي كانت حلقتنا النهاردة في تاني سبورت، استنونا في حلقة جديدة.